هي أول تجربة نموذجية لإنتاج الزعفران يشهدها إقليم بركان. فبعد إدخال زراعات جديدة مقاومة للتغيرات المناخية إلى المنطقة، يأتي دور الزعفران النبتة الأكثر مقاومة للجفاف التي بدأ الاهتمام بغرسها حديثا بجهة الشرق، باعتبارها من الزراعات التي تساهم أيضا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق القروية. هذه التجربة دخلنا على أساس أن زراعة بديلة مقاومة للتغيرات المناخية اللي كيعرفها البلاد والمنطقة على الخصوص. هذه منطقة جبلية فيها فلاحة صغار، ودخلنا على أساس أن تكون واحد الاستفادة ديال مجموعة ديال الفلاحين الصغار وبما فيهم المرأة والشباب، في إطار واحد الشراكة مع الدار القروية وتعاونيات متواجدة بالمنطقة. ومن أجل إنجاح هذه التجربة النموذجية التي أظهرت نتائج مشجعة، يتم مواكبة الفلاحين المشرفين على هذه الضيعات الفلاحية، وكذا تأطيرهم من خلال سلسلة من الدورات التكوينية التي تنظمها جمعية الدار العائلية القروية. الوليدات اللي كنعطيهم هذه الفرصة تانية كنحاولوا نكونهم في الميدان الفلاحي، والميدان الفلاحي فيه كاع دوك اللي هضرنا على يعني التخصصات من تربيه الماشيه للتشجير، يعني تربيه النحل. وهذا العام حاولنا نديروا هذه التجربه هنا على اساس باش هاد الوليدات يتعلموا شي حاجه اللي جديده. عرفناهم على المنتوج وان فيه المردود مزيان وفيه المدخول لانه ممكن يعتمدوا عليه كزراعه محليه في المنطقه. درنا لهم سلسله من التكوين، ورينا لهم كيفاش من تنقيه الارض حتى الجني والتثمين، هضرنا لهم كيفاش يثمنوه وكيفاش يخدموا عليه. والحمد لله راه هو دابا كتشوفوا قدامكم وصلنا لديك النتيجة اللي توقعنا أننا نوصل لها. وعلى غرار الكينوا والخروب والصبار، تعقد آمال كبيرة على زراعة الزعفران وهذا النوع من الزراعات، باعتبارها قطاعا جديدا وواعدا قادرا على تنويع الزراعة بجهة الشرق.